مساء الخير. أحلى هبات الله هو القدرة على ملامسة قلب الآخرين. دكتور هرج، لقد لمست قلبي بعمق أكثر من مرة. إذا كنت تعتبرون الزمن الجميل فأنت الزمن الأجمل. أنا عمري 50 سنة و480 شهر فقط. بسنة 1970 كنت في إسكندرية وجيت من إسكندرية لبيروت بالبحر. وصلنا على البور ببيروت، صرت أحكي بالشنطة تبعي قدامي لأنها تقيلة ما بقدر أحملها. ركض عامل من الحمالين حمل لي الشنطة. نحن ماشيين باتجاه مبنى الجمارك اللي أبو الغور، قلت له نعم، اللي حقك أنت حضرت استير جامعة قبل ما تعمل ممثل، قلت له بلى، اللي مش أحسن لك من البهدلة. أنا هربعي تقطع إنه هاي البهدلة اللي أصابها ممكن توصلني لهاللحظة اللي استعجلت عمري لأوصل لهذه اللحظة. شكرا للبنان يلي أعطاني أول خلطة قلب. شكرا للنشطر البقاع الغربي. وبالإذن من الرائع إلي شويري. يا دار تبقى لي بالأشعار وتبقي عباية موجودة ومزروعة مجدودة. وعلى الكرج العالي وفوق الجالي شوف الجالي شوف الجالي ولادي على حبك ما في حبيب. يا بلادي عالشمس ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب.